البيت، هذا كلام النبي اللهم صل وسلم، البيت البيت يا ربات الحجور توصلكم ذك هذه الرسالة، وانتم أيها الأزواج، البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. يا يتحزنوا يا سيدي، شمروا على يديكم. شو الحلقة اللي فات قلت لك ما تحوس لا عليا لا علي الشيخ معاذ لا بالحاج لا حميمد، وراه الراقي، انت هو الراقي. اقرأوا القرآن، اقرأوا الزهروين. شو الزهروين؟ البقرة وآل عمران. اقرأوا القرآن، قال اقرأوا الزهروين، البقرة وآل عمران، اقرأوهم. الرقية نتاع البيت، رقية نتاع البيت، اقرأ البقرة. إلا كاين سحر في البيت إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. اقرأ البقرة. سورة أخرى، سورة أخرى، اقرأوا سورة الإخلاص، تعديل ثلث القرآن. ومن السنة كاين حديث قرأها في اليوم 10 مرات، حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. اقرأوا سورة الفلق، اقرأوا سورة الناس، قال ما تعوذ متعوذ بمثليهما. جيت تركب السيارة، سيارة فخمة، أنا عندي يا ودي، إن شاء الله أنا ما أدير السيارة، إن شاء الله أدير الإيربيس، أنا ما بحرلكش فيها، وراني داعيك بالخير. أنا كي نكون صلي ندعي ليا، نقول الناس لي معايا ووصوني بالدعاء ولي نعرفهم وحبابي وأقاربي وجيراني، ومن بعد كي تغير كامل المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات، اللهم احفظهم وسلمهم وسددهم وصوبهم وارشدهم ووفقهم وتب عليهم وارحمهم يا رب العالمين.